35 عام انا كنجمع فيه، من راه 500 درهم، من راه كنحط 300 درهم، من راه حتى 200 درهم. 35 عام ديال الخدمه. 35 عام ضربوا لي، 35 عام ضربوا لي كلشي على الزيرو، 17 مليون كلشي مشات ليا. الا بغيت نخرج من فوق 3 المليون خصني ندير كراري يومين ولا 3 ايام، واليوم خرجت 17 مليون في نص ساعه. نهار 16/3 عطيتو 500 درهم وكتب ليا في الورقه، ها هي كتب ليا 800 درهم. قلت ليه اش هادشي؟ قال لي راه عندك 300 درهم في الكونت. قلت ليه واش تتصدي فيه؟ عاد ولا هو قلب الوراق، قال لي كلشي خرج البارح. كل واحد عنده لاكارت ديالو، كل واحد عنده فيه تصويرته، واش انا غنجيب لاكارت ديال شي واحد اخر نمشي نخرج به الفلوس من البنك؟ لا يمكن. خويا انا عندي حساب ديالي في واحد البنكه وديما كندفع فيه، ودرت معاه الحساب من 2013 وديما كندفع فيه كل سيمانه وكل شهر كندفع فيه. ونهار 15/3 نهار 7/3 دفعت فيه 2000 درهم، باقي الحساب ديالي هو هذاك، باقي فيه 168 الف درهم و 330 درهم. نهار 16/3 مشيت عندهم قالوا لي بقات عندك 300 درهم بالكونت، كلشي خرج نهار 15/3 بدون الحضور ديالي، بدون لاكارت لا صوناي، بدون الدفتر، بدون حتى حاجه. شكون اللي عرف هادشي؟ داكشي خرجوا نص النهار، قالوا لي نص النهار، في نص ساعه خرجوا كلشي. 17 مليون شحال انت كتجمع في 17؟ وانا 35 عام كنجمع فيه، 35 عام انا كنجمع فيه، من راه 500 درهم، من راه كنحط 300 درهم، من راه حتى 200 درهم. 35 عام ديال الخدمه. 35 عام ضربوا لي، 35 عام ضربوا لي كلشي على الزيرو، 17 مليون كلشي مشات ليا. كنجي عندهم المسؤولين كنقول لهم عندنا ما نديرو ليك، الفلوس خرجت النهار 15، في نص ساعة خرج كلشي. انا الا بغيت نخرج من عندهم كنقول الا ما عندك لاكارت لاصوني ما تخرجش، ديالي انا الا ما عندي لاكارت لاصوني ما نخرجش. الا بغيت نخرج من فوق 3 المليون خصني ندير كراري يومين ولا 3 ايام، واليوم خرجت 17 مليون في نص ساعة وسط النهار، بدون الاوراق بدون حتى حاجة، وخرجة مرتبة مقادة. على هذا اللي جاي من برا غادي يخرجها مرتبة بحال هكاك؟ واخا الانسان يكون كاع عور ما كان عارف، راه غادي يعرف اشنو وقع. الخبر نهار 16/3 انا دفعت انا نهار 7/3 2000 درهم، باقي الحساب ديالي هو هذاك، باقي فيه 168 الف درهم و 300 درهم. نهار 16/3 رجعت ليه منك ليا 9 ايام، نهار 16/3 عطيتو 500 درهم وكتب ليا في الورقه، ها هي كتب ليا 800 درهم. قلت ليه اش هادشي؟ قال لي راه عندك 300 درهم في الكونت. قلت ليه واش تتصدي فيه؟ عاد ولا هو قلب الاوراق، قال لي كلشي خرج البارح. قال لي بدات بعد المنوت تما كيخرجوا، قال شوف كلشي خرجوا نص النهار. مشيت درت شكايه للمسؤولين الشريعة مولاي يوسف، قالوا لي ودي ما عندنا ما نديروا لك فلوس، شي واحد مصور لك لاكارت وخرج الفلوس، ودي فطار باش خرجهم، دي فطار احمر بحال هذا اللي عندي. قلت لي ودي فطار ولدو هذا اللي عندي. داكشي خرج من عندهم من الداخل عابيناتهم. قلبتي الكاميرات؟ ما قلبت لا الكاميرا، ما وراو لي لا الكاميرات لا هاد الفلوس فين خرجت لا حتى شي حاجه نهائيا. واش شي مسؤول غيجي يقول لك راه الفلوس فين خرجت؟ راه 15 يوم انا عشت في المدينه بدون خدمه بدون حتى حاجه، بدون الماكله بدون حتى حاجه، ما عطوني راس الخيط. هاد الفلوس فين خرجت؟ حالي انا جاينا من السما ماشي مغربي، ما عنديش انا حق في المغرب. واش غتسمح انت فيك؟ ما غادي نسمح. انا راه قدمت الشكايه للوكيل المالي، كنطلب منه ياخذ لي حقي. ما هادشي اللي داروا لي المسؤولين راه ما كيديروهاش للمسلمين. شي واحد مسلم تاخد عليك والله واحد حط فلوسه، ملي جا قالوا لي ما عندك الفلوس، الفلوس ديالك خارجه. شكون اللي خرج؟ الله اعلم. حنا مخزنين في فرنينا كلشي، جميع المسائل، كل واحد عنده لاكارت ديالو، كل واحد عنده فيه تصويرته،
واش انا غنجيب لك كارت ديالتي واحد اخر نمشي نخرج به الفلوس من البنك؟ لا يمكنه. ها ممكن اي لا كارت لقيتها نمشي نخرج بها 17 مليون ما يمكنش. الا الخانه راه من الداخل، راه اي واحد خدام معاهم هما كيشوف هاد الوراق يقول لك اودي هادشي راه من الداخل، راه ماشي شي واحد من برا يجي يخرج هاد الفلوس مرتبين بحال هكا. انا طالب حاجه وحده، انا طالب بحقي الفلوس ديالي والتعويض ديالي والتكافيش اللي تكرفس. الحاله ديالك ملي الحاله ديالي ما كنعاش، دائما خدام معايا، دائما معايا واحد اللي يتابعني بحال المسكين، ماشي طبيعي، ديما معايا واحد خصو يتابعني. الفلوس علاش كنتي كتجمع الفلوس؟ كي بغيت نبني بهم مع الدار لولادي، ولادي دابا راه عند الناس، حتى العايد ما غاديش نمشي، باش غنمشي اش غندير للدراري؟ ما عندي باش، ما عندي باش نمشي. ضربوا لك 35 عام كلشي غادي حدي حدي الدار بيضا صافي، 35 عام كلشي في الزيرو. واش انا عندي الحق هاد الفلوس نعرف فين خارجه؟ واش انا عندي الحق باش نشوف الكاميرات هاد الفلوس فين خرجات؟ ولا ما عنديش الحق؟ عندي الحق. درت شي شكايه؟ درت شكايه للوكيل المالي، كنطلب منو يجد لي حقي صافي. باقي ما جاوبوني، الحمد لله درت هما يلاه المخزن يلاه خدام. قال لي واحد ربع ايام غادي تمشي تجاوبها في الولايات الامن، مشيت جاوبتها لقيت لها وصلت الماكينيه، عطيتهم التسريح ديالي والمسائل وقلبوا داهم المسائل، داهم اللي شافوا هاد الاوراق وشافوا الفلوس كيفاش خرجت داهم عاقوا، قال لك اودي هادشي راه ماشي من برا، تا المخزن عاق بهم، راه ما كاينش شي واحد واخا اللي سال مقاري، راه اي واحد عارف. ملي كتمشي للبنكه شنو كيقولوا لك البنكه؟ مشيت قالوا لي ما عندنا ما نديروا لك، خرجت واحد الدريه قالت لي ما عندنا ما نديروا لك. صافي قالت لي لاكارت ديالك مصوره عليك، جا شي واحد خرج كوتوكوبي لاكارت، واش الفلوس كيخرجوا كوتوكوبي لاكارت؟ 17 مليون خرجت في كوتوكوبي لاكارت، يجي شي واحد من برا يخرجها؟ ممكن ما يتمكنش. لاكارت يعني الفلوس خرجهم ديال الداخل، داكشي غير بيناتهم هما الخدامه ديالهم، ما يتمكنش شي واحد يجي من برا باش يخرجهم. الرسالة ديالك للأمن دابا؟ الرسالة ديالي للأمن كنطلب منهم ياخذ لي حقي صافي، كنطلب منهم ونطلب من جلالة الملك إلا كيشوف هذا الفيديو ياخذ لي حقي. والسيد الوكيل الملك ديال عين السبع اللي قدمت لي الشكاية كنطلب ليه الله يرحم ليه الوالدين ياخذ لي حقي منهم، هادشي اللي كنطلب أنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.